شو سمعتي ام جواد؟ مثل ما بتأمري يا خانو. مثل ما فهمتكن، بدي اشوف الشراشف والملاحف والحرامات كلها مغسوله ونظيفه، وبتشطفوا ارض الديار. حاضر. واوضه الضيوف. ماشي. بدي ارجع الاقي كل شيء خالص. حاضر شهيناس خانو. الله معك. الله معك. يلا يا بنات خلونا نبلش. لا يا امو، انت ما رح تمدي ايدك على شيء. هلا انا وفهميه بنشتغل، انت روحي على البيت. ايه خالي ام جواد، انت روحي على البيت وانا ومياسين بنعمل الشغل كله، وبس تجي الخانم بنقول لها انك خلصتي الشغل ورحتي. بس يا بنتي ما بيجوز هيك، اترككم وروح، بتتعبوا بعدين. يا امو مشان الله لا تعرضي، خلص انت روحي على البيت، هلا انا وفهميه بنشتغل وما بنتعب. يا خالتي انت روحي ونحن بنشتغل. لك الله يرضى عليكم يا رب. وانت يا فهميه ان شاء الله بيبعث لك اللي يسر خاطرك ونفسك على قد ما انت طيبه. يلا بخاطركم يا مو. الله معك يا مو. الله معك. مع السلامة. الله معك خالتي. يلا ما ياسين دوبنا نلحق شغل. الله يخلي لي اياكي يا فهميه، والله ما رح انسالك الوقفه معي بنوم. ولو نحن اخوات يا حبيبتي واعز ان شاء الله. يلا على الشغل.